هنعمل دلوقتي مع بعض شوربة ياليسو. احنا هنحتاج ربع كوباية من الرز، وهنحتاج كمان نشا، وهنحتاج نعناع مجفف، وهنحتاج بيض، وهنحتاج فلفل ابيض، وهنحتاج زبادي. الرز مش هنسويه مع اللتر المية اللي احنا هنستخدمه في الوصفة، لا احنا هنسويه مع نص لتر، يعني كوبايتين مية. هاخد النشا الاول وهحط عليه الزبادي، هنحط كمان البيضة، وهنخلط كل ده مع بعض. فاحنا هنزود باقي المية دلوقتي للرز بعد ما غلي غلوة. الزبادي بتاعي وهنزل بيه بالتدريج وانا بقلب عشان ما يخرزش. انا مش عايزة اطحنها قوي، عايزة اطحنها طحنة خفيفة. هحط الملح، يعني معلقة صغيرة من الملح، وكده الشوربة بتاعتنا تكون جهزت.